الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي وأيضا حلف شمال الأطلسي الناتو لا يمتلكون استراتيجية واضحة لمواجهة الدب الروسي منذ سنوات، حتى قبل العملية العسكرية الأخيرة في أوكرانيا، وكان القادة الغربيين يعتقدون أن بوتين مجرد انتهازي يستغل بعض الفرص الوقتية لإحراز انتصارات تكتيكية بسيطة كمسألة غزو القرم على سبيل المثال في 2014، لكن الرئيس الروسي كان لديه استراتيجية واضحة ويعمل بشكل كبير لتنفيذها، وكان أكثر عزما وإصرارا من القيادات الأوروبية والأمريكية الذين لم يكن لديهم إرادة حقيقية لمواجهة الدب الروسي، فضلا عن أنهم كانوا مرتبكين للغاية ولم يقدموا الدعم اللازم لكييف، وتركوا الأوكران بشكل واضح في مواجهة روسيا التي تتفوق عليهم بعشرات الأضعاف. الأوكرانيا طلبت أسلحة ومعدات عسكرية وطلبت دعما عسكريا واقتصاديا قبل العملية العسكرية الروسية، لكن لم يتم تقديم أي شيء من ذلك. شهدنا قبل أيام معدودة من انطلاق العملية الأخيرة، شهدنا سحب الدبلوماسيين والبعثات الدبلوماسية الأمريكية والأوروبية من كييف، بمعنى أن والأوروبية أيضا، وكان هذا رسالة واضحة معناها للأوكرانيين أن خوضوا هذه المعركة التي ورطناكم فيها بمفردكم، أنتم الآن في مواجهة عدو وهذا العدو مسلح ولديه عزم على هذا النظام الحاكم والسيطرة على الدولة بالقوة المسلحة، وأنتم الآن تخوضون معركة غير متكافئة يتخلى فيها عنكم كل الحلفاء الذين وعدوكم بأنهم سيقفون إلى جواركم ويضغطون على موسكو، لكن كل ذلك لم يحدث.